استعرض مجلس أمنة العاصمة في جلسته الاعتيادية اليوم فكرة مشروع إحياء عين قصاري وإسناد تطويرها إلى القطاع الخاص وتوافق المجلس على تطبيق نظام الاجتماعات التفاعلي في اجتماعات المجلس ولجانه بالتعاون مع هيئة البحرين للحكومة الإلكترونية ناقش اعضاء مجلس امانه العاصمه مع هيئه الحكومه الالكترونيه فكره تطبيق نظام الاجتماعات التفاعلي كوسيله عمليه لعقد اجتماعات المجلس ولجانه التي يمكن تطبيقها عوضا عن الطباعه الورقيه وقد قدم ممثل الحكومه الالكترونيه عرضا مفصلا عن ايجابيات هذا النظام وما يقدمه من امكانيه الحصول على وثائق الاجتماعات بسهوله وتجنب عناء البحث عن اي معلومه يدويا ناقش مجلس امانه العاصمه في اجتماعه اليوم المقترح المقدم من لجنه العلاقات العامه والاعلام بشان تطبيق نظام الاجتماعات التفاعلي والذي تقدمه هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه كاحد الحلول التقنيه للاستخدام في الاجتماعات. حرصا من مجلس امانه العاصمه بالحفاظ على البيئه وهو احد ابرز اختصاص اختصاصات المجالس البلديه كما وردت في القانون فاننا ندفع بتطبيق هذا النظام. نريد ان نحافظ على البيئه، تكدس الكثير من الاوراق والمستندات التي يكون مصيرها في النهايه في سلال المهملات، ممكن يؤدي الى تلوث الهواء، ممكن يؤدي تحت رطوبه عاليه الى نمو الحشرات والى البعوض، ممكن ايضا انه هذه الأوراق تستوعب أو تغطي على الطاقة الاستيعابية لهذه الحاويات تزيد من أو تقلل من قدرتها الاستيعابية وأيضا في المعنى العام أنه نريد أن نحافظ على البيئة العامة. كما اجمع الاعضاء على الموافقه على مشروع احياء عين قصاري واسناد عمليه تطويرها الى القطاع الخاص لاستثماره كمتنزه مائي ترفيهي وايجاد المزيد من المواقع الترفيهيه التي ترتقي الى طموح المواطن والمقيم توافق مجلس امانه العاصمه على اعاده احياء مشروع عين قصاري وطرحه للاستثمار الخاص وذلك بهدف الجذب السياحي واحياء المنتزهات والمعالم التاريخية من جانب آخر توافق أعضاء المجلس على إعادة تصنيف عدد من المواقع والأراضي في أماكن مختلفة من المحافظة بما يتناسب مع خطة المجلس في الارتقاء بمختلف مناطق العاصمة خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين